بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الدروس المهمة وهو التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرتمنا لتافين الدروس المهمة لعامة الأمة أيوزا مكرنت بانغري نبيو نوان لتافي ودكي دا علاقة دا توحيدي دا كم أبين دكي كيشيان تن توحيدي واندشين شركة. نعم، تقدم معنا في الأصول الثلاث تكلمنا عن التوحيد والإسلام وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. يا جبات لتافين دا مكي أبايا واتو لتافين الأصول الثلاثة مني بيانين abin da ke da alaka da musulunci da imani da ihsani mun yi magana akan tauhidi na'am ana takallam al'an an ash-shirk lanna labud an nata'allama ash-shirk hatta nahdhar minhu wa na'udhu billahi minhu yanzu a wannan littafi kuma zamu yi bayani ne akan shirka tunda mun yi bayani akan tauhidi a can to anan kuma zamu yi bayani akan shirka saboda ba makawa sai ka fahimci menene shirka kafin ka iya nisantar sa ash-shirk akbar wa asghar شركة يا كسو كشي بيو أكوي ببن شركة أكوي قدمين شركة الأكبر مخرج من الملة نسأل عليه السلام شي ببن شركة أنا في تدم وتندق مسلنجي الله كاري الأصغر غير مخرج من الملة لكن على خطر عظيم شي كم قدمين شركة بايا في تدم وتندق مسلنجي سيدي كمينا ده هز أليمي جرما إذا مات على الشرك الأكبر نسأل عليه السلام ولم يتب فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار إذا متن يموت أكم ببن شركة بيتو بابا تونا متمن زي دوما أتكي موتا بزي تقوى في تابا إلا كاريو مات على الشركة الأصغر يعذب بقال الشركة ثم يدخل الجنة إذا مكما متم يموت أكن قرمين شركة بيتو بابا تو إلم وانا متم زاء مسا عذابا وغرقودن يوان شركة دي قرمي سيكما أبتد شيء يشيق على الجنة كل ما كان وسيلة إلى الشركة الأكبر فهو شركة أصغر دوك أبين دي زما حنيا تي دلاتا كي متن زواء قبوبان شركة تو شركة نيك أرما إتحنير المحرمات أربع أقسام أبوان دا الله يحرمتا كشي هدوني صغائر أكوي كأنا الليفكا وأعلى من الصغائر الكبائر ودي كي سمد وأنهم كم سوء كي كرن سو من الليفكا واتو الكبائر وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر أبين دكما يكي ببا أتكين كبائر شيني شركة أرمي وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر أبين دكما يفيك أرمين شركة شيني ببن شركة فلا بد أن نحذر من هذه المحرمات وأن أبو أن أك حرم تاكشي هدو دولة منيسان شيسو أمثل على الشرك الأكبر مثالي نببن شركة صرف أي عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر ين كوني بوتا قوانين الله تونا مببن شركاني الذبح لغير الله محبة وتعظيم كالذبح للجن أصحاب القبور ينكا قوانين الله كان أصنوان دا كمان مسا ينكا كمكا ينكا دنجر مماشي كمان ينكا دا وسوسك يوى قبري تونا شيما شركاني ببا الطواف حول القبور دوافي دا أكي وقبري شيما شركاني أي شيء لا يقدر عليه إلا الله من غير الله هذا شرك أكبر لغا تكين مثالا ببان شركة كان يمي دقواني أبين دبا واندي إسي يمكا شي إمبا ألا با كان يما أوجن وانين ألا توانا شي ما ببان شركة محبة غير الله كمحبة الله صن وانين ألا كمريد يد أكي صن ألا وانا شركاني ببا الخوف من غير الله كالخوف من الله صورون وانين ألا كما يد أكي صورون ألا شي ما وانا شركاني ببا أمثل على الشرك الأصغر مثاليكم أنا كرمين شركة الحلف بغير الله كالحلف بالنبي الحلف برأس الأب الحلف بالشيء بكذا إيه مثالاً كرمين شركة واتو كمان متن يرنسي دورين الله كمان متن يرنسي دا النبي يرنسي دا كعبة يرنسي دا واتو فرفران بابنسا كون أب مكة من شنوانا يعمل عملا يريد به مدح الناس يعبد الله سبحانه وتعالى لكن يريد بالعبادة مدح الناس الرياء واتو دغا cikin misalan karamin shirka akwai mutun yayi aiki don neman yabon mutane kamar mutun yayi don riya yaqul ma sha Allah wa sha'ta daga cikin misalan mutun yace Allah ya so kai ma ka so wato lafazin ma sha Allah wa sha'ta laula Allah wa fulan ko kuma al-asl yaqul laula Allah thumma fulan wa ahsan shay yaqul laula Allah wahda na'am daga cikin misalan karamin shirka akwai mutun yace ba don Allah da kai ba wato lafazin laula Allah wa fulan ba don Allah da ware ba abin da yake daidai abin da kuma shi yafi shine yace ba don Allah sa'an nan sai kai ba wato laula Allah thumma anta aw thumma fulan wannan shine abin da yafi wancan kyau sai kuma abin da yafi gaba daya shine mutun yace wato ba don Allah ya so kaza ba da kaza ya same ni wato laula Allah والله أعلم الله شيني مسني